ازيكم عاملين ايه؟ ازاي تعملي بلاشر كريمي باسهل طريقة؟ كل اللي هتحتاجيه هو حاجتين بس، هتحتاجي كريم اساس او فاونديشن بس يكون خفيف، وهتحتاجي ليب جلوس يكون سائل. اول حاجة يعني مش هاخد بامب كاملة، هاخد نص بامب كده صغنونة كده، وهناخد كده اهو عليه كده. وبعدين هعمل ميكس كده بينهم، طبعا هخففه طبعا الناحية بقى التانية كده. وهو ده كان الفرق. اتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي.